أهلين في نورديك سبا، أجمل الأماكن اللي ممكن نشوفها في تشيلسي بالقرب من كاتينو. هذا هو مدخل نورديك سبا. نورديك سبا هو منطقة جميلة جدا، تعمل في ريلاكسينج، في باركينج كبير كبير واسع، جميل جدا انك تزوره، منطقة رائعة جدا سواء في الصيف ام في الشتاء. طبعا عشان تزوره لازم تدخل على الموقع تبعهم نورديك سبا تشيلسي، لازم تركز على تشيلسي لانه في ثلاثة عندهم، 3 فروع. وهون السبا ريتس زي شايفينه، هون للسبا ريتس راح تشوف الأسعار. طبعا للشخص الواحد 68 دولار، تقدر تسوي مساج، بادي كير، علاجات طينية. هون الأكل قديش بكلف تريتمنت، ولازم تنتبهوا إنه الباث روبس تستعيره ب12 دولار، فإذا عندك باث روب ممكن تجيبه معك، بكون أفضل، ما بتدفع هذا المبلغ إنه هذا استعارة. طبعا تقدر تسوي باكجز بكونوا ارخص شوية الباكجز. والمكان زي ما حكيت لكم في اولد تشيلسي رود، في منطقة اسمها تشيلسي، قريب كتير عن جاتينو، حوالي 7 كيلومتر من جاتينو هال. زي ما انتم شايفين المنظر بالشتاء اشي رائع جدا 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 جدا، يعني انت بتكون مية سخنة والتلج حواليك، زي ما انتم شايفين في كتير عنده شغلات ممكن تسووها، يعني بتقضوا نهار كامل وانتو لسه مش مخلصين كل اشي. في اندور وفي اوتدور، هاي زي ساونا اندور، نظيف كتير، جميل جدا. هاي حمامات بمية الملح، شغلات يعني جدا راح تستمتعوا فيها. هذا المنظر اللي راح تشوفوه في الشتاء إذا رحتوا، وهذا نفس المنظر في الصيف. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت، وشير.